اهلا بكم في قناتكم، قناة الدكتور حمدي. ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض دورة جديدة. هذه الدورة هتتضمن او هتبقى بعنوان العناصر الالكترونية وتطبيقاتها. هنبدا خالص من البداية، هنتكلم على الشحنات الكهربية وايه انواعها وايه تعريفها. هنتكلم على المواد الموصلة وانواعها، او المواد عموما وانواعها من ناحية التوصيل للتيار الكهربي النهاردة ان شاء الله. هنتكلم كمان على مناطق السماح ومناطق التوصيل ومناطق الفوربيدن باند او المناطق المحرمه. هنستعرض ان شاء الله بعد كده في الدوره ديت، هنبتدي نتكلم على البي ان جانكشن، وهندخل على الدايود وانواع الدايود وتطبيقاته. برضه ان شاء الله مش هننسى الترانزستور، وهنتكلم على الترانزستور وانواعه المختلفه وتطبيقاته. هندخل بعد كده ان شاء الله على السيريستور وانواعه وتطبيقاته. هنبتدي نتكلم على انواع الكونفرتر بالتفصيل باذن الله، وهنبتدي نناقشها، وإن شاء الله هتبقى دورة مفيدة للناس كلها. يا ريت تتابعونا في الدورة دي، واللي عنده أي كومنت أو أي حاجة يقول لنا، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى إن الدورة دي تبقى مفيدة بالنسبة لكم. ومع تحياتي وتحيات قناة الدكتور حمدي، انتظرونا بعد الفاصل عشان نبدأ في أول موضوع من مواضيع هذه الدورة. مع تحياتي وقناة الدكتور وقناة وتحيات قناة الدكتور حمدي، السلام عليكم. أهلا بكم محبي قناة الدكتور حمدي. كنا قبل الفاصل بنقول إن إحنا نبدأ دورة هنعرف فيها إيه هي العناصر الإلكترونية، وهنتكلم عليها، وهنتكلم كمان على تطبيقات العناصر الإلكترونية. اعذرونا ان احنا اتاخرنا عليكم في الفترات اللي فاتت نظرا لانشغال الواحد باعداد الامتحانات الخاصه بالطلبه وتجهيزها وكده. ان شاء الله هنتقابل النهارده مع دوره جديده، اللي هي دوره العناصر الالكترونيه وتطبيقاتها زي ما احنا قلنا. في الحقيقه عشان نبدا هذه الدوره دي المفروض هي، او الجزء بتاع النهارده هو مقدمه عشان نبتدي نتكلم على العناصر الالكترونيه. فاحنا دلوقتي هنبدأ نتكلم على العناصر الإلكترونية، وهنبدأ نتكلم على المواد التوصيلية بتاعت المواد، وهو التيار الكهربي والشحنات الكهربية. هنعرف شوية حاجات كده في البداية بتبقى مهمة جدا لإيه؟ للناس اللي بتدرس إيه؟ كهرباء، عشان لما ندخل في موضوع العناصر الإلكترونية تبقى الدنيا إيه بالنسبة لنا واضحة. طيب، إحنا أولا الشابتر الأولاني في الموضوع ده إحنا هنتكلم عليه هنسميه أشباه الموصلات. طيب، قبل ما نبتدي نتكلم على اشباه الموصلات، لان هيبقى ده موضوعنا الرئيسي، لان في الحقيقه العناصر الالكترونيه هي عباره عن عناصر مكونه من اشباه موصلات ومطعمه بعناصر من عناصر المجموعه الثالثه زائد عناصر المجموعه الخامسه في الجدول الدوري. طيب، يا ترى قبل ما نبدا في هذا الموضوع عايزين نعرف امتى الماده يكون عندها قابليه للتوصيل الكهربي، او ايه هي قابليه الماده للتوصيل الكهربي. في الحقيقة إن قابلية المادة للتوصيل الكهربي بنعرفها بمدى قابلية المادة لانتقال الشحنات الكهربية. يعني لو أنا عندي الشحنات الكهربية بتتحرك جوه المادة، تمام كده، هو معنى كده بالنسبة لنا إن المادة دي عندها قابلية لتوصيل التيار الكهربي. فإذا تحركت الشحنات دل ذلك على مرور تيار. طيب، معنى كده إن إحنا هنقسم المواد بتاعتنا من ناحية التوصيل الكهربي، أو المواد الموجودة عموما هنبص لها من ناحية التوصيل الكهربي. فهتقسم إلى مواد موصلة، ومواد شبه موصلة، ومواد عازلة. قبل ما نبتدي نتكلم على كل نوع من أنواع المواد ونقول إيه أهم الخصائص المميزة بالنسبة له، هنبتدي في الأول نعرف إحنا عمالين نقول إن الشحنات الكهربية بتنتقل وكلام زي كده هو. طب يعني إيه شحنات كهربية؟ أولاً الشحنات الكهربية في الحقيقة ممكن نقسمها لنوعين، شحنات كهربية موجبة، والنوع الثاني هو الشحنات الكهربية السالبة. بالنسبة للشحنات الكهربية السالبة هي التي تسبب كهربية سالبة، أما الشحنات الموجبة هي التي تسبب كهربية موجبة. وبالنظر للمادة عموما، ماشي، هبص ألاقي إن المادة بتتكون من عدد من الجزيئات، طبعا زي ما احنا عارفين الكلام ده، طبعا كلام الفيزياء والكيمياء اللي احنا دارسينه قبل كده. والجزيئات بتتكون من عدد من الذرات، وهذه الذرات بترتبط مع بعضها طبعا عشان تكون الجزيئات اللي احنا اتكلمنا عليها بروابط مختلفة. ربما تكون هذه الروابط هي روابط تساهمية أو روابط أيونية على حسب ظروف المادة نفسها. دي حاجة. الحاجة التانية إن إحنا بقى لو جينا نبص لإيه
للذرة كذرة، لأن الذرة عموما بتتركب من نواة وبيدور حواليها الإلكترون. أما لو بصيت للجسيمات الموجودة في الذرة فهنبص لأن إحنا عندنا الإلكترون، الإلكترونات ديت بتبقى بتدور حوالين في المستوى الطاقة حوالين النواة، تمام كده اهوت، وهي بتبقى بتدور في مدارات بيضاوية وبتبقى شحنتها سالبة. أما إذا بصينا لداخل النواة هنبص لأن داخل النواة اللي يهمنا طبعا في دراستنا إحنا البروتونات والنيترونات. طيب داخل النواة هنبص نلاقي البروتونات والنيترونات. طب ما هي البروتونات؟ البروتونات هي عبارة عن جسيمات شحنتها موجبة، وديت بتبقى موجودة زي ما احنا قلنا داخل النواة. بالإضافة لكده هو إن النيترونات كمان هي عبارة عن جسيمات تانية موجودة داخل النواة ولكنها متعادلة الشحن. تمام؟ خلوا بالكم في بعض حاجات أصغر من البروتونات والنيترونات والكلام دوت موجودة داخل النواة، ولكن ده مش مجال دراستنا دلوقتي. طيب اذا زي ما احنا بنقول ادي الذره، الذره عدد الالكترونات بيبقى عاده فيها زي عدد البروتونات، وبالتالي يبقى عدد الشحنات الموجبه قد عدد الشحنات السالبه، وبالتالي تبقى الذره في حالتها العاديه متعادله كهربائيه، لان عدد الشحنات الموجبه بيساوي عدد الشحنات السالبه. يعني لو احنا بصينا قدامنا مثلا في سبيل المثال دي ذره الكربون، فلو بصينا لها هنلاقي بقى ان احنا عندنا 6 الكترونات وبره بيلفوا حوالين النواه، وعندنا في 6 بروتونات موجوده في قلب النواه، والنيترونات كده كده متعادله، فمعنى كده ان عدد الشحنات الموجبه بيساوي عدد الشحنات السالبه، وبالتالي هتبقى الذره في الحاله العاديه متعادله كهربائيا. طيب لكن يا ترى ايه اللي يحصل لو عدد الشحنات الموجبه زاد عن عدد الشحنات السالبه في الذره؟ او ايه اللي يحصل لو عدد الشحنات السالبه زاد عن عدد الشحنات الموجبه في الذره؟ في الحقيقة إن الذرة بتتحول من ذرة إلى أيون، بمعنى إن لو عدد الشحنات الموجبة زاد عن عدد الشحنات السالبة بتبقى الذرة عبارة عن أيون موجب، أما إذا زاد عدد الشحنات السالبة عن عدد الشحنات الموجبة تتحول الذرة إلى أيون سالب، وبيرتبط الأيون الموجب مع الأيون السالب بقوة جذب كهروستاتيكية، وبينشأ ما يعرف بالرابطة الإيه؟ الأيونية. لو خدنا على سبيل المثال المثال المشهور قوي اللي احنا درسينه زمان كلنا درسناه في المدرسه، اللي هو عباره عن تكوين رابطه ايونيه بين جزيء الصوديوم او بين ذره الصوديوم وذره الكالسيوم، اسف ذره الصوديوم وذره الكلور. طبعا الصوديوم عدد الالكترونات في مستوى الطاقه بتاعه المتوزعه في عدد الذري بتاعه 11، وبالتالي بيبقى لو احنا جينا نوزع الالكترونات في المستوى فهنلاقي عندنا مستوى اس اهوت ب ب1s دوت بيتحمل ب2 الكترون، بعد كده بي بيتحمل ب المستوى اللي بعد كده هوت يبقى 8 الكترونات، اللي بعده بيبقى الالكترون الايه ال 11، الباقي بيبقى في المستوى الاخير. بما ان هذا الالكترون هو الكترون وحيد وموجود في مستوى الطاقه الاخير، فبيبقى اسهل للعنصر انه يفقده عن انه يكتسب الكترونات جديده، وديت طبعا الخواص التي تميز الايه الميتال او المواد الموصله يعني او المواد المعدنيه عموما يعني. اما بالنسبه للكلور هنبص نلاقي ان الكلور عدد الذري 17، فلما نيجي نوزعها هنلاقيه 2 8 7، فبالتالي الكلور اسهل له انه يكتسب الكترون ويتحول الى ايون ايه؟ ايون سالب. اذا ديت الذره في وضعها العادي، فطبعا نتيجه لاي اثاره او اي حاجه ممكن نعملها للذره فالالكترون ده هيسيب مكانه ويسيب ذره الصوديوم يروح لذرة الكلور، ذرة الكلور هتجذبه، فبالتالي تصبح ذرة الصوديوم أيون موجب، لأن عدد الشحنات الموجبة بالنسبة لي هتبقى أكبر من عدد الإلكترونات، أما الكلور هيصبح عدد الشحنات السالبة أكبر من عدد الإلكترونات، وبالتالي تتحول ذرة الكلور إلى أيون سالب، ونتيجة إن الصوديوم أصبح أيون موجب، إن زائد والكلور بقى أيون سالب Cl سالب، بنبص نلاقي إن ينشأ ما بينهم ما يعرف بقوة الجذب الكهروستاتيكية، ويبتدي يمر تصبح هذا الجزيء اللي هو ال NCl اللي هو يعرف باسم ملح الطعام، يحسب يصبح هذا الجزيء موصل جيد للتوصيل للكهرباء. طيب اذا احنا عرفنا ان احنا عندنا مواد موصله ومواد عازله واشباه موصله. طب يا ترى اذا ما معنى الماده الموصله؟ الماده الموصله هي الماده التي تسمح للشحنات بالانتقال خلالها، ماشي، مما يسبب مرور التيار الكهربائي. زي مين؟ أبسط الأمثلة بالنسبة لنا النحاس والألمنيوم. أما المادة العازلة هي المادة التي لا تسمح بمرور الشحنات الكهربية خلالها، مما يسبب عدم مرور التيار الكهربي، زي الزجاج والأبونيت والبلاستيك.
أشباه المؤثرات عندنا هي المواد اللي هي بتتمتع بالخاصيتين مع بعض، ممكن تبقى مواد موصلة أو مواد إيه عازلة، بمعنى إنها في حالتها العادية بتبقى مواد إيه مواد عازلة، لكن لو عرضتها مثلا سي لدرجة حرارة عالية بتتحول لمواد إيه موصلة، لأن بتبتدي في اللحظة دي نتيجة للتسخين بتتحرر بعض الإلكترونات والفجوات، ويبتدي إيه الإلكترونات تتحرك والفجوات تتحرك، ويبتدي يمر التيار إيه الكهربي الناشئ عن الإلكترونات والناشئ عن الفجوات. وممكن أتغلب على هذا الموضوع بإن أنا بدل ما أعرض أشباه الموصلات لإيه لدرجة حرارة مرتفعة أو كلام زي كده أطعمها بشوائب، الشوائب ديت بتبقى من عناصر المجموعة الثالثة أو الخامسة، بحيث إن أشباه الموصلات كده كده عدد الإلكترونات اللي فيها 4، فمجرد أنا ما بطعمها بإيه بعنصر من عناصر المجموعة الثالثة يبقى أصبح في مكان لفجوة، بمعنى إن عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الخارجية يبقى 7، عشان طبعا كل عنصر بيميل إلى الثبات، معنى كده إن أنا بيبقى عندي فجوة ماشي، هذه الفجوة أو الهول ديت هي اللي بتسبب مرور إيه الشحنات الكهربية الموجبة. أما بالنسبة لي لو أنا جيت طعمت هذه المادة بعنصر من عناصر المجموعة الخامسة بتتزايد الإلكترونات، وبالتالي لما الإلكترونات بالنسبة لنا بتتزايد اللي بيحصل إن بيبتدي العنصر ده بيتحول لنوع بنقول عليه الN تايب أو النوع السالب يعني بمعنى أصح، ويبتدي يمر التيار الكهربي نتيجة لوفرة الإلكترونات اللي بتحصل. طبعا هذه المواد ليها أهمية كبيرة جدا في الصناعات الإلكترونية نظرا لأنها لها خصائص مميزة وهنبتدي نتعرف عليها، وبنستخدمها في تصنيع الموحدات والترانزستور والثيرستور والدوائر الإلكترونية عموما. طب يا ترى دلوقتي احنا عايزين نوضح ايه اللي خلى المادة الموصلة مادة موصلة والمادة العازلة مثلا مادة عازلة والمادة الشبه موصلة هي شبه موصلة. ممكن نعرف الكلام ده من خلال الرسمة اللي قدامنا ديت. هنبص نلاقي ان احنا لو اتكلمنا على المادة العازلة ادي الطاقة او مستوى الطاقة الموجود، هبص الاقي ان انا عندي لو مثلت منطقة التوصيلية بالمربع الأخضر ده، ومنطقة منطقة بنقول عليها منطقة السماحية بالمربع الفوشيا ده، ما بينهما هو المنطقة العازلة. فأنا لو عندي إلكترون قدر إن هو يعدي من المنطقة ديت للمنطقة ديت والشحنات مرت، أصبحت المادة إيه جيدة التوصيل للكهرباء. في المادة العازلة بتبقى المنطقة العازلة أو بيقولوا عليها المنطقة المحرمة أو بتسمى بالإنجليزي الفوربيدن باند، هذه المنطقة بتبقى كبيرة وبيبقى إيه يصعب على الإلكترون إن ينتقل من منطقة السماحية لمنطقة التوصيل، وبالتالي لا يمر التيار الكهربائي. هذه المنطقة بتضيق مع أشباه الموصلات وبتقل شوية عن المواد العازلة، فبالتالي ممكن مع الحرارة أو مع التطعيمات اللي إحنا قلنا عليها بعناصر من المجموعة الثالثة أو عناصر من المجموعة الخامسة، يقدر الإلكترون في الحقيقة إنه يعدي المنطقة ديت كده هوت ويمر من المنطقة السماحية إلى منطقة التوصيلية، تصبح المادة شبه موصلة للتيار الكهربائي. أما لو بصينا على المواد الموصلة هنبص نلاقي إن المادة الموصلة بتاعتي بيحصل فيها أوفرلابنج أو يحصل فيها منطقة بنقول عليها منطقة تداخل ما بين منطقة السماحية ومنطقة التوصيلية، وبالتالي الإلكترونات بتمر ما في المنطقة دي بسهولة جدا، وبيبقى في كثافة من الإلكترونات، فبتبتدي إيه نتيجة لمرور الإلكترونات ديت أي مرور الشحنات الكهربية يبدأ عند التيار يمر في المنطقة ديت، وبالتالي تصبح المادة مادة إيه موصلة. إن شاء الله بإذن الله في الدرس اللي جاي هنبتدي نتكلم على الوصلة الثنائية اللي هم بنقول عليها البي إن جانكشن، هنتكلم عليها بالتفصيل هي الوصلة الثنائية. هتعرفوا حاجات ربما تكون جديدة عليكم لأول مرة وربما تبقوا عارفين أجزاء منها، لكن أكيد هتسمعوا كلام جديد وهتشوفوا تناول الموضوع دوت بأسلوب جديد جدا، وهتبتدي أنا أتصور ناس هتفهم شوية حاجات ما كانتش فاهماها في البي إن جانكشن، هتفهم يعني إيه ديفيوجن، يعني إيه فيض، وازاي الفيض من الالكترونات والفيض من الهولز بيحصل. ان شاء الله هنشوف مع بعض حاجه كويسه جدا، انتظرونا ان شاء الله في الدرس الجاي عشان نشرح البي ان جانكشن. مع تحياتي وتحيات قناه الدكتور حمدي. لو عجبكم الموضوع يا ريت تعملوا لنا لايك وشير، ولو عندكم اي ملاحظ يا جماعه احنا ان شاء الله مستعدين نزل لكم هذه الملاحظ. مع تحياتي وتحيات قناه الدكتور حمدي. السلام عليكم.